التقرير أعطانا نظرة عامة على وضعية البورصة النهاردة اللي وصلت صعودها بشكل عام، لكن ماذا عن هذا الصعود؟ هل هو المتوقع الطبيعي؟ الأرقام عند معدلاتها؟ حضرتك شايف الموضوع إزاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالفعل يمكن النهاردة السوق للجلسة الثانية على التوالي بيؤدي بشكل إيجابي، وخاصة كمان في قيم التعاملات. صحيح كان في بعض الصفقات، لكن يعني إلى حد ما في تحسن ملحوظ بشكل واضح على بعض الأسهم تحديدا دون الأخرى. يعني هناك برضو ما زالت الانتقائية موجودة. زي ما حضرتك عارفة بالأمس كان في المراجعة بتاعة مؤشر مورجان ستانلي، وكان في أسهم خرجت وأسهم دخلت. سهم المجموعة المالية هيرمس طبعا بعد دخوله للمؤشر ارتفع بشكل قوي جدا، وطبعا نتيجة أنه وزنه النسبي حوالي أكتر من 6% على المؤشر، وخروج طلعت مصطفى من المؤشر خلى تقريبا، لأنه برضو نفس النسبة على مؤشر إي جي إكس 30، خلى نوع من التوازن يحصل في المؤشر، فالارتفاع ما كانش كبير على مؤشر إي جي إكس 30، لكن سهم ارتفع بشكل حاد وسهم انخفض بشكل حاد. دي تقريبا نفس سلوك السوق كله، يعني السوق كله بيحدث فيه نوع من الانتقائية وانتقال من سيولة من أسهم إلى أخرى تباعا خلال الفترة اللي فاتت دي كلها. طبعا على مدار الشهر اللي فات ده كله السوق كان تعرض إلى موجة جني أرباح دفعته للتراجع، قرب من مستويات تقارب ال 11800، ثم بدا يعاود الارتفاع والارتداد مره ثانيه الى ما وصلنا النهارده ل 13064. المحصله بشكل عام ان احنا بنتحرك في سايد واي او حركه عرضيه، بنعمل تصحيح متوسط الاجل على شكل سايد واي، حركه عرضيه. دعم الحركه العرضيه دي الاخبار او عدم وجود اخبار ايجابيه، بل بالعكس غموض موقف موضوع الضريبه بتاعه الارباح الراسماليه وضريبه الدمغه، ويمكن لم تتضح الرؤيه سوى بالامس بس فيما يتعلق بموضوع الاثر الرجعي وامتى هتطبق الضريبه وفتره الريبه اللي هتبقى ما بين يوم 17/5 الى يوم 1 يونيو لصدور القانون الجديد الخاص بضريبه الدمغه. فمع وضوح الرؤيه نسبيا ده ادى نوع من التفاؤل شويه في السوق على الاجل القصير، لان من أسوأ الامور اللي كانت مؤثره في البورصه هو الغموض، لكن لو في قرار وصدر يعني زي ما بيقولوا ايه موته وخلاص، يعني فيبقى في خبر طلع قدام الناس، فبالتالي الناس تقدر تعمل حسابها على هذا الخبر. لكن الغموض اللي كان بيحوم حول الموضوع وعدم وجود اي تصريحات من المسؤولين هو ده اللي كان مخلي السوق يتحرك بالشكل الضعيف اللي احنا كنا شايفينه. هل ده هيستمر من وجهة نظرك؟ لا، ما اعتقدش ان هو هيستمر الاداء الايجابي بشكل قوي، خاصة ان احنا كمان مقبلين على شهر رمضان. كل عام وحضرتك بخير، وكل الامة العربية والاسلامية بالف صحة وخير. طبيعي جدا ان في خلال الشهر او على الاقل كما تعودنا، يعني بيبقى دايما الجزء الاول من الشهر الكريم دايما بيكون فيه انخفاض نسبي في قيم التعاملات مع انخفاض ساعات التداول، بالإضافة برضو إلى عدم وضوح الرؤية اللي موجودة في السوق أصلا. وبالتالي ده ممكن يخلينا نستمر في السلوك العرضي اللي احنا بنتحرك فيه في الوقت الحالي، خاصة أن القياديات نفسها أو الأسهم الثقيلة الوزن على أداء المؤشر زي ما قلت حضرتك في البداية في تباين في أداء أسهم طالعة وأسهم نازلة، مفيش اتجاه واضح. صحي يا أستاذ إيهاب؟ مش دايما الحقيقه، ممكن يعني يكون أنا صحي. احنا دايما كنا نقول الاسهم القياديه هي اللي متحكمه في السوق ومتحكمه في المؤشر، ده صحيح الرئيس وخلاص، ده صحيح. لكن اللي حضرتك بتقصديه اللي كانت الاسهم الصغيره مش بتتحرك. لكن دلوقتي حتى الاسهم الصغيره والمتوسطه بيحصل فيها هذا التباين، يعني التباين بيحصل في الاسهم القياديه نفسها. بقول لحضرتك طيب التباين ده مش ماشي لتعديل في اتجاهات السوق ولا ماشي لاهتزاز السوق بالكامل؟ لاهتزاز السوق بالكامل، اهتزاز السوق بالكامل، لان السوق مش مستقر. وده مش من النهارده زي ما قلت لحضرتك، ده بقى لنا فيه حوالي شهرين دلوقتي. وده يخوف مش قوي يعني الحقيقه، هو تصحيح، والتصحيح زي ما قلت لحضرتك بيجي بشكل عرضي مش بشكل هابط، وده الى حد ما شيء كويس، شيء جيد، يعني معناه ان في سترينث او في قوه في السوق. لكن طبعا مع بدء تطبيق او تفعيل ضريبه الدمغه اذا ما طبقت كما هي بواحد وربع في الألف، ده طبعا هيكون ليه أثار سلبية خاصة على قيم وأحجام التعاملات. طيب نقدر نقول إن إحنا مش هيبان إلا بعد نهاية الربع الثاني؟ لا، ممكن بعد تطبيق الضريبة مباشرة لازم هيكون في فترة فترة صعبة كده، فترة صعبة كده في البداية غير واضحة، لأن طبعا تكلفة التداول هترتفع بشكل كبير جدا على خاصة المستثمري قصير الأجل. مين اللي يحمي البورصة في الفترة دي من الارتداد للقيم احنا كلنا كنا بنخاف منها؟ ان الحكومه تتراجع عن الضريبه. لا، ما هو تراجع عن الضريبه ده ما نعرفش يعني، بس هل في اجراءات ممكن تحمي السوق من عواقب الارتداد القوي؟ لا خالص، ما فيش طبعا، ما فيش. المساله اصلها 1+1=2، السوق مقسوم نصين،
نص مستثمر بيقعد فترة في السوق ونص بيضارب أو سلوكه السوق وأداء السوق على مدار الست سنين اللي فاتوا غير سلوك المتعاملين، خلى المتعاملين كلهم بما فيهم المؤسسات سلوكهم مضاربي، يعني بيشتري النهاردة ويبيع بكرة أو يشتري النهاردة ويبيع في آخر الجلسة، كل 50% من المتعاملين بيعملوا كده. فلما بترتفع تكلفة التداول عليهم ده معناه ان حتى النسبة اللي كانت قرش وقرشين بياخدوه مش هياخدوه، هيروح للضريبة وهيروح لشركة الوصارة، لان الوصار. انا من البداية ما ربيتش اساسا المستثمر طويل الاجل، مش عشان كده، عشان سلوك السوق هو اللي خلى الناس تتحول من مستثمر متوسط الاجل الى مستثمر قصير الاجل، لان في ظروف طبعا الدولة مرت بيها كلنا عارفين. طبعا رغم من الظروف دي وهذه الوضعية المتذبذبة اللي بنمر بيها البورصة نظرا لاكثر من حاجة، الا ان صناديق الاستثمار بتشتري مش دايما، يعني ما اقدرش اقول ان النهارده علشان هم كانوا يعني المؤسسات كانت بتشتري ان دايما هم بيشتروا، بالعكس هو برضو ادائهم زي ما انا قلت حاجه كده زي اقل افراد السوق. يعني ما يوصفش بانه لا مطمئن، يعني لا 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 خالص، بيتعامل مضاربيا برضو. طبعا مش كله، هناك استثناءات بالتاكيد يعني، لكن المجمل او العام سلوكه ايضا مضاربي. طب ممكن ده بينطبق على الاجانب؟ سلوكهم منذ تحرير سعر الصرف والشراء؟ منذ تحرير سعر الصرف لا طبعا اختلف تماما، كان توجه شرائي واضح منذ 18 يناير وعودة الحديث عن فكرة الضريبة تباين أدائهم خلاص، تغير تماما، بدأ يبقى بقى بيع شراء، بيع أكتر من الشراء، خلاص هم كانوا جايين على أساس أن أنت دولة خدت برنامج إصلاح اقتصادي، خدت توجه واضح، لغت أزمة العملة وأجلت ضريبة الأرباح الرأسمالية، وبالتالي دخلوا بشكل قوي جدا. لما بدأ يحصل حديث تاني عن الموضوع ده طبعا الصورة اتغيرت مما لا شك فيها. طب يا أستاذ إيهاب، عشان أنا أنهي جزئية الضريبة، ضريبة الأرباح الرأسمالية، وخش على موضوع العملة اللي حضرتك فتحته. اتفضلي. آراء كتير جدا اقتصادية بتقول لك ما كل دول العالم كل بورصات بتطبق ضرائب، اشمعنى احنا يعني اللي عندنا يعني هذه المشكلة ونقابلها بهذا الشكل يعني؟ شوف أقول لحضرتك على حاجة، أنا مش عايز أخوض في الموضوع قوي تفصيلا يعني لأن احنا قتلناه بحثا. لكن يعني كان امبارح نائب وزير الماليه بيتكلم في حوار وقال ان العائد بتاع الضريبه مش هو الهدف، يعني ان العائد هو مش كبير فبالتالي مش هو هدف الوزاره، على اعتبار ان العائد المتوقع من الضرائب بشكل عام بحوالي 600 مليار، فالضريبه دي اذا هم افترضوا ان هي هتدخل مليار جنيه فده ما يعتبرش شيء يمثل بالنسبه للعائد الاكبر. قال امال ايه الهدف؟ الهدف ان يكون في نوع من العداله في التوزيع بحيث ان العبء الضريبي يتحمله الجميع. فهنا انا يعني تساءلت او يعني طرحت تساؤل، هل من العداله ان انا ااجل ضريبه على الربح 10% كنت باخدها من ارباح المستثمر الى ضريبه تفرض على اصل راس المال قد تصل الى 70% في السنه؟ هل دي العداله الضريبيه؟ يعني انا اخد من واحد بدل ما كنت هاخد منه 10% على ارباحه فقط وليس على راس ماله، ان انا اجي اقول له كل سنه تعالى كده وريني راس مالك كام، 100,000 جنيه، طب انت هتدفع ليه 70,000 جنيه او 50,000 جنيه ليه؟ هو كده طالما بتستثمر في البورصه. طب انا مش عايز استثمر في البورصه، خلاص بلاش ما تستثمرش في البورصه. كان الحكومه بتقول كده بالظبط، لان دي مش من العداله في شيء، العداله ان انا اخد منك على ربحك. مشكله ضريبه الارباح الراسماليه انها عملت ازمه كبيره جدا للاجانب بسبب مواضيع اداريه داخليه. الاجانب ما يقدروش يتعاملوا، مش يتفهموها، ما يقدروش يتعاملوا نظرا ل طريقة بتحصل عندهم، يعني حاجة فنية شوية في مبيعاتهم ومشترياتهم فما يقدروش يتعاملوا فيها، فده خلى الدولة تأجل ضريبة الأرباح الرأسمالية بسبب المستثمرين الأجانب. أما المستثمر الداخلي أو المقيم يعني فالأفضل بالنسبة له طبعا ضريبة على الأرباح وليس ضريبة على الدمغة، وبالتالي الأفضل أنه يبقى فيه ربط ما بين ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الدمغة، بمعنى ان ضريبه الدمغه دي ما تزيدش عن ما يحققه المستثمر من ارباح، ولو ما فيش ارباح ترجع له الضريبه اللي هو دفعها، لانه مش من المنطق ان انا افرض ضريبه على خسائر. الحقيقه دي ده المفروض تفكير طبيعي جدا، ده اقتصادي طبيعي يعني، فبالظبط ان انا مش معقول اخد ضريبه من واحد لتحقيق العداله الضريبيه، ودي من لسان نائب وزير الماليه ان ده هدفه تحقيق العداله الضريبيه، فمش ممكن ابدا العداله الضريبيه تقول ان انا افرض على واحد ضريبه وهو خسران. واحد دخل ب 100,000 جنيه خرج ب 90,000 جنيه الدولة تاخد منه ضريبة، طب بأي منطق؟ دي بقى يعني هو ده يعني بيتطبق. لازم يسأل فيها أساتذة الاقتصاد اللي أفتوا في هذه الضريبة بيفكروا ازاي الحقيقة؟ ما يسألش فيها أساتذة الاقتصاد، لا يعني فكروا فيها، يسأل فيها احنا بس لأن احنا بتوع الصنعة دي شغلتنا. فشغلتنا بتقول الكلام ده، لا هو يسأل عن منطقيته الحقيقة يعني، لا لها منطق بس فين؟ يعني ده موضوع تاني. نسيب الضريبة،
اتفضلي. امبارح محافظ البنك المركزي طارق عامر قال ان مشكله النقد الاجنبي في مصر انتهت واصبح التاريخ بلا عوده. عايز اسمع راي حضرتك فيه. لا يعني بالتاكيد هو ما يقصدش كده قوي يعني لان ما ينفعش نقول المشكله انتهت تماما واحنا عندنا لسه ازمه في السياحه وفي الاستثمار. يعني طالما لسه في عائدات السياحه ما رجعتش لما كانت عليه ولسه في معدلات الاستثمار مش كبيره وبالتالي الداخل بالنسبه لنا مش ثابت. طب اللي ظبط الامور ايه او اللي عمل نوع من الانضباط لعجز الميزان التجاري هي بعض الاجراءات اللي اتخذتها الدوله لتحجيم الاستيراد لكنها في النهايه وطبعا زياده الاقتراض والاتفاق مع صندوق النقد لكن طبعا الاستثمار ما جاش ما فيش استثمارات جديده جت وما فيش سياحه جديده جت فما زالت الازمه قائمه. مجرد ما الضخ اللي بيتم عن طريق سواء بيع السندات في الخارج او الاقتراض بتاع بنك قرض صندوق النقد هترجع الازمه تاني فما اقدرش اقول انها اصبحت من التاريخ. ما انا فاهم عشان كده بقول لحضرتك ما ينفعش اقول ان الازمه انتهت نهائي. هو اكيد يقصد ان الوضع الحالي افضل مما كنا عليه نتيجه ان في نوع من الاستقرار في سعر العمله. الحقيقه ان التصريح جاء زي ما انا بقول لحضرتك بالظبط يعني. انا طبعا عارف التصريح وطبعا يعني ده مسار جدل كبير جدا من امبارح على كل وسائل التواصل الاجتماعي موضوع ان الاسعار هتتراجع. المسألة ما بتتحسبش كده خالص يعني لأن زي ما حضرتك عارفة حجم الدين سواء الداخلي أو الخارجي ارتفع وحجم العجز زاد بما يتعلق بخدمة الدين فكل اللي احنا ظبطنا بيه الأمور أو ظبطنا بيه العجز الميزان التجاري ده دي اقتراض أو قروض مش فلوس داخلة الدولة عشان مش تستثمر مش مدخول اقتصادي حقيقي بيمثل جزء من ناتج القومي ساعتها القوم. نقدر نقول إن ده بالفعل هي دي الأزمة انتهت نقول إحنا في أمان ساعتها فعلا بالزبط. طيب عمر أعلن أيضا أن مصر عندها 8 مليار دولار من تدفق أكبر الصناديق العالمية وبيقول أن ده بيثبت قوة الاقتصاد المصري. يعني إحنا هنشهد تراجع في سعر الدولار؟ أنا بتوقع أنه ممكن يحصل طبعا تراجع في سعر الدولار في الفترة اللي جاية. الثبات ده يعني عايز أقول لحضرتك أنه هو جيد مش أو لا هو جيد هو بالحمد لله على الأقل ما ارتفعش إحنا كلنا يعني بنقول ده والنزول الحاد ده مش جيد يعني النزول القوي ده مش جيد وإحنا شفنا لما نزل ل 15 جنيه حصلت أزمة. المستثمرين الأجانب اللي كانوا داخلين يشتروا عندك سندات عملوا ربح في الناحيتين في السندات والعائد عليها وباعوا خدوا الدولار ب 15 جنيه وخرجوا فعمل ربح من الناحيتين نتيجة أنه هو دخل بسعر وخرج بسعر تاني فعشان كده النزول الحاد في الدولار ده غير صحي وغير جيد والصعود الحاد برضو غير صحي وغير بس جيد بس هو 18 دلوقتي القائمة حالياً هي سعره فعلا العادي الاقتصاديين بيقولوا لا مش العادي لا طبعا لا طبعا لا طبعا داخل فيها حاجات كتير جدا داخل فيها تضارب التصريحات اللي حصل قبل كده داخل فيها المشاكل اللي حصلت داخل فيها التاخر الشديد للبنك المركزي في تحرير سعر الصرف كل الامور دي داخله. طب امتى ممكن يتراجع؟ يتراجع لما زي ما قلنا في البدايه ترجع تدخل استثمارات الدوله تزيل العوائق امام المستثمر مش موضوع قانون استثمار وخلصنا تبتدي السياحة ترجع تاني زي ما كنا كل الأمور دي من شأنها أنها تخلي السعر يتراجع لكن خليني أقول لحضرتك برضو أن البنك المركزي نفسه مش من مصلحته أن أن الدولار يتراجع في الوقت الحالي عشان؟ ما أنا زي ما قلت لحضرتك عشان أن المستثمرين الأجانب اللي داخلين ما يستفدش من الناحيتين ما يستفدش من الناحيتين ويتخارج بالعكس ده هو عايز يكذبه يعني الدول بتسعى لخفض قيمة عملتها مش لارتفاع قيمة العملة فمش من مصلحته أبدا أن العملة تغلى زي بالظبط ما كنا كان بيحصل ايام الدكتور فاروق العقده في قبل ثوره يناير كان بيضغط وبيشتري دولار عشان الجنيه ما يطلعش نتيجه ان الجنيه ساعتها كان قوي وكان الدولار بخمسة جنيه ونص تقريبا او 65 فكان لو كان سابه دون تدخل كان ممكن نلاقي الدولار ب4 جنيه ونص مثلا فهو كان بيتدخل احيانا عشان يخلي العمله تفضل ضعيفه عشان يجيب استثمارات ويجيب سياحه من الخارج وتظل مصر عنده مغرية. قاعده اقتصاديه بيتحكم من خلالها او بيفكر من خلالها طيب في اجتماع لجنه السياسات النقديه يوم 21 والكل بيتساءل هيفكروا ازاي في موضوع الفايده ولا حاجه خالص يعني ما اعتقدش هيكون في رفع نهائي وبرضه قلنا الموضوع ده اكتر من مره كان في توصيه هي اللي اظهرت الذعر الحقيقه وهي اللي عملت الكلام الكتير ده كان من غيرها ممكن الامور تعدي ببساطه شديده لما صندوق النقد أصدر توصية بالإبقاء على أسعار فايدة مرتفعة في مصر نتيجة للتضخم الكبير. التوصية دي مجرد أكلاشيه، مجرد كلمة ظهرت كده على اعتبار إن ده الطبيعي إن لما بيكون في ارتفاع في معدل التضخم الطبيعي إن الدول بتتعامل معاه بتجديد السياسة النقدية. لكن
ما دخلتش بقى في الامور الفرعيه ان هذا التضخم ناتج من اجراءات اقتصاديه وليس ناتج من نمو، ما دخلتش في القصه دي. هي كلمه معروف متعارف عليها، طالما في تضخم شدد السياسه النقديه، هي دي التوصيه اللي اتقالت. لكن هل ده اللي هيحصل؟ لا طبعا ما ينفعش، لان البنك المركزي يعلم تماما ان هذا التضخم التعامل معاه ما بيكونش بالشكل ده، لان لو رفعت الفايده هزود من الركود اللي موجود في الدوله والتضخم مش هيتراجع، لانه التضخم ناتج من قرارات اقتصاديه، خفض طاقة وجمارك وقيمة مضافة وتحرير سعر صرف. الأمور دي كلها مش معناها أن في زيادة في معدل النمو وبالتالي ناتج تضخم، لا، دي قرارات اقتصادية تسببت في ارتفاع حد في الأسعار. يبقى مش مهما رفعت الفايدة مهما قعدت ترفع عمر الأسعار ما هتتراجع، حتى لو لميت كل السيولة اللي موجودة في البلد. الأسعار دي مربوطة بارتفاع تكلفة، فعشان التكلفة ارتفعت الأسعار ارتفعت. طب ترجع ازاي الأسعار دي تنزل تاني لما التكلفة دي تتراجع؟ طول ما التكلفه مرتفعه صعب الاسعار تتراجع. طيب كان محافظ البنك المركزي كان يقصد بايه بان الاسعار هتتراجع في العام القادم؟ يتباطأ معدل التضخم. يعني يتباطأ معدل التضخم، يعني خد بال حضرتك ان احنا عندنا سنه القياس اللي بنقيس عليها دي في نوفمبر الماضي، على اعتبار ان احنا بنقيس من بعد تحرير سعر الصرف. في نهايه العام الحالي هتنتهي السنه دي، فهيحصل تباطؤ في معدل التضخم، يعني تباطؤ في ارتفاع الاسعار. تبتدي الاسعار تتراجع تدريجيا لحاجتين، اولا تراجع الطلب زي ما بيحصل دلوقتي كتير جدا، بتشوفي حضرتك عروض من شركات كتيره جدا على سلع كتيره ومفيش اقبال. ليه؟ لان السعر مرتفع، وبالتالي ده امر طبيعي ان بيحصل ركود والطلب بيتراجع. الحاجه الثانيه ان الدولار يبتدي يتراجع تدريجيا. لو الدولار بدا يتراجع ممكن الاسعار تبتدي تنخفض، لكن ده لو لغينا من فكرنا امكانيه الحكومه ان هي تعمل ايه في 1/7 اللي جاي. هل في رفع داني للبنزين او خفض لدعم الطاقه مجددا؟ ده بناء عليه نبتدي نفكر الاول وجديد في اللي هيحصل. هل هيبقى في تضخم تاني؟ لان الضغوط التضخميه هتظل مستمره طالما برنامج الاصلاح الاقتصادي موجود. يعني طول ما انا ماشي في سياسه خفض دعم الطاقه طول ما هيبقى في ضغوط تضخميه، غير كده يبقى احنا يعني بنقول كلام غير سليم. بكره الجلسه الختاميه للاسبوع وبدايه اسبوع واحنا مقبلين فيه على رمضان، حضرتك توقعاتك لهذه الجلسه؟ اعتقد ان هي هتفتح طبعا مرتفع استكمالا للي حصل النهارده، لكن مع النص الثاني ممكن يحصل فيه نوع من الهدوء وتبتدي الحركه العرضيه المعتاده، خاصه مع اقتراب بعض الاسهم القياديه من مستويات مقاومه زي البنك التجاري الدولي، المجموعه الماليه هيرمس، كل دي قربت من مستويات مقاومه، يعني من شانها ان هي تعوقها مؤقتا على الاقل حتى الاسبوع المقبل. استاذ ايهاب سعيد خبير اسواق المال، شكرا لك على وجودك معنا النهارده في مؤشر النيل. شكرا لحضرتك. مشاهدينا غدا تحليل اخر لعالم الاقتصاد والبورصه المصريه قبل هذا الموعد بنصف ساعه تقريبا، شكرا لكم.